أهلا بكم. منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترحه لوقف الحرب في قطاع غزة والجميع في حالة ترقب لردود الفعل الصادرة من أطراف الحرب بين إسرائيل وحماس، فالموقف الإسرائيلي من المقترح ليس واضحا بعد في ظل الخلافات بين الجيش الذي بات مستعدا للانخراط في صفقة تبادل للرهائن والحكومة التي تضع أهدافا أكبر من قدرتها على تحقيقها وفقا لمعطيات الميدان، وهو ما يتزامن مع ضغوط داخلية تمثلت بعقد تحالفات لإسقاط الحكومة وأخرى دولية عبر التحاق عديد الدول بركب الاعتراف بدولة فلسطين كإسبانيا ونرويج وإيرلندا وأخيرا سلوفينيا. أما حماس فقد اقتصر ردها على المقترح الأمريكي بأنها تنظر بإيجابية إلى إعلان الرئيس بايدن، وهو ما جعل البيت الأبيض يعلق آمالا أكبر على أن تكون الحركة هي البادئة بوقف النار والمبادرة بالجلوس على طاولة التفاوض، وهو ما اتضح جليا في تصريح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الذي أكد أن واشنطن لا تزال تنتظر رد حماس على مقترح الصفقة الأخير. تحليلات عززتها زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة لتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، خاصة بعد إعلان دولة قطر تسليم حماس نص الاقتراح الأخير. تأخر حماس في الرد على مقترح الصفقة عزاه المتحدث باسمها أسامة حمدان إلى أن إسرائيل التي أطلقت الحرب في غزة يجب أن تكون أول من يعلن قبول بنود الصفقة الأمريكية بما فيها الانسحاب الكامل من القطاع، فيما رأى مراقبون أن مبادرة حماس إلى قبول المقترح الأمريكي قبل التزام إسرائيل قد يفهم منه أن حماس أصبحت بحاجة ماسة إلى إبرام صفقة سريعة، وهو ما قد يضعف موقفها التفاوضي عند الاتفاق على الأمور التفصيلية كأعداد الأسرى المفرج عنهم ومسألة حكمها لغزة في قادم السنوات. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من القاهرة، نرحب بالدكتور جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا ربما هنا كثيرون لا يفهمون موقف حماس فعليا يعني بشأن هذا المقترح، مقترح إيقاف الحرب أو وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحديد، هل هو رفض للصفقة أم قبول أم ماذا يعني؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. بالتأكيد موقف حركة حماس من البداية رحبت واعتبرت أن هذا المقترح يشكل بداية إيجابية للوصول أو للتوصل لوقف إطلاق النار شامل وكامل في قطاع غزة، ولكن ربما هناك حذر من الحركة نتيجة ربما خبرة التعاطي والتعامل مع إسرائيل والمماطلة الإسرائيلية ومحاولة دائما رمي الكرة في الملعب ملعب حركة حماس وملعب الفلسطين، وبالتالي كانت هناك نوع من الحذر في التعاطي مع هذا الموقف وهذا المقترح انتظارا لرد إسرائيل بشكل واضح ومفهوم للجميع. ربما الذي يماطل في الرد وعلى هذا الموقف أو هذا المقترح الأمريكي هي إسرائيل حتى هذه اللحظة. نعم يعني عذرا على المقاطعة، يعني في انتظار أن يأتي هذا الرد الإسرائيلي يمكن أن نقول أن حماس قبلت هذه الصفقة ببساطة بصراحة هنا. لا أستطيع الجزم بأن حركة حماس وافقت بشكل كامل. ربما هناك بعض البنود في التفاصيل غير واضحة لحركة حماس فيما يتعلق باستمرار وجودها في الحكم في قطاع غزة. أعتقد أن المقترح الأمريكي يتجاوز وجود حركة حماس ويتجاوز الحالة الفلسطينية الراهنة التي تحكمها حماس، وبالتالي أعتقد حماس حريصة على أنه رغم هذه الحرب وهذه الصمود الطويلة التي تعتقد أنها استمرت فيه في مواجهة آلة البطش الإسرائيلي يجب أن يكون لها دور، وتعتبر أن الشأن الداخلي الفلسطيني هو فلسطينيا بحتا، سيكون من خلال مصالحة من خلال تفاوض فلسطيني فلسطيني، ولكن ربما ما تناولته ما حملته هذه المبادرة أو هذا المقترح من قبل الرئيس الأمريكي يحمل نوع من الغموض اتجاه سواء فيما يتعلق الانتهاء الكامل لوقف إطلاق النار أو في مرحلة ما بعد انتهاء هذه الحرب، وبالتالي هناك شك وهناك خشية من حركة حماس أن يكون الهدف الكبير وهو الذي تصر عليه إسرائيل دائما
هو أن لا تكون حماس جزء من المستقبل القريب لقطاع غزة طيب. وربما نعم، المستقبل طالما أنك البعيد. أشرت إلى الموقف الأمريكي هنا، يعني حتى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض يعني جيك سوليفان قال حتى قبل ساعات، كررها مرة أخرى، يعني قال إن الكورة الآن في ملعب حماس إن كانت فعلا تريد إيقاف هذه الحرب يعني. وهناك حتى تأكيدات من الجانب الأمريكي بأن هذا المقترح يريد أن ينهي الحرب تماما في الأخير، يعني صحيح أنه يتحدث عن مراحل لكن الهدف هو إيقاف الحرب يعني. نعم صحيح بالتأكيد، ونحن ربما نتساءل اليوم لماذا هذا الموقف الأمريكي، وربما لماذا اليوم الإصرار الأمريكي، ولماذا الرئيس الأمريكي بايدن شخصيا هو الذي أعلن عن هذا المقترح، رغم ربما تجربتنا على مدار 8 شهور هناك رفض أمريكي كامل لوقف إطلاق النار، هناك رفض أمريكي لتبني مجلس الأمن قرار يدين إسرائيل من مقابل هذه المجازر وهذه حرب الإبادة التي تقوم بها. هذا الموقف الأمريكي ربما أعطانا نوع من الشك وطرح نوع من الشك اتجاه جدوى هذا المقترح، فيما هي لا زالت لا تصر ولا تضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه حرب الإبادة، وهي الآن ترى في هذا المقترح أن الكرة اليوم أصبحت في ملعب حركة حماس، وهنا هذا الإصرار الأمريكي أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب حركة حماس دون أن نسمع أو نستمع لموقف إسرائيلي جدي أو موافقة إسرائيلية واضحة، يؤكد أن هناك ربما هناك خلف هذا المقترح بعض ربما بعض الملاحظات هنا وهناك، أو ربما بعض ربما التسريبات التي يمكن للطرف الحمساوي أن يفهم أن هناك تجاوز للحركة في المستقبل القادم. نعم. إذن المقترح الأمريكي يهدف ربما رمي الكرة في ملعب حركة حماس، ولكنه من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة بالأساس، وليس ربما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو وقف هذه الحرب. ولكن ربما يعني هنا في هذا السياق، نلاحظ، ألا ترى فعلا أنها فرصة بالفعل لإيقاف الحرب يعني في هذه المرحلة؟ بالتأكيد نحن نتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل غدا، بالتأكيد حجم الدمار وحجم الموت وحجم الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني تدفعنا جميعا ودون أن نفكر أن نكون أن نتمن وأن يكون أملنا كبيرا في وقف هذه الحرب، ولكن ما تحمله كل هذه المقترحات وهذه المفاوضات الكبيرة والكثيرة وهذه الزيارات المكفوكية التي يقوم بها أركان الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط لم تعد تجدي لحتى هذه اللحظة ولم تحمل بوادر إيجابية لوقف طيب. هذه المجزرة وهذه الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. واضح. إذن هذا ما يثير كثير من الشكوك وربما كثير من التساؤلات حول جدوى هذا المقترح، أن يكون مقترح جدي ويحمل كل معطيات وقف إطلاق النار، أو يكون ربما مقترح كسابقي من المقترحات لوقف نعم. إطلاق النار. طالما أنا كشرت منذ قليل إلى مسألة عدم وضوح ربما من سيحكم قطاع غزة في اليوم الذي سيلي نهاية الحرب هنا، بالتالي إذا اعتبرنا أن ربما مسألة انسحاب حركة حماس من السلطة تماما ومن السيطرة على القطاع ستكون ضمن هذه الصفقة، فكيف يمكن أن تتعامل حماس مع هذه النقطة يعني إذا أصر عليها حتى الجانب الأمريكي هنا؟ منذ بداية الحرب نحن ربما استمعنا لكل التصريحات الإسرائيلية منذ البداية، منذ شهر أكتوبر 2023 وهي بداية الحرب لحتى هذا اليوم، نلاحظ أن هناك إصرار إسرائيلي كامل وربما بعنجهية من أجل أن الحرب، أن الهدف الأساسي لهذه الحرب هو القضاء على حكم حماس والتخلص من القدرة العسكرية لحركة حماس، وبالتالي الهدف الإسرائيلي واضح، والتعاطي الأمريكي مع هذا الهدف كان واضحا في كثير من المحطات سابقا ولا حتى هذه اللحظة، وربما بالأمس أو بأول أمس قرأت تقرير لمعهد ويلسون في الولايات المتحدة عن خطة كاملة لغزة ما بعد الحرب، وهو مقترح أمريكي أعده ربما اللواء دايتون في الولايات المتحدة، يتضمن اليوم التالي للحرب وهو ألا تكون حركة حماس من المشهد السياسي في قطاع غزة. بالتالي أنا بعتقد حماس لن تقبل بذلك ولن تقبل أن تكون جزء من الماضي، وهي ترى أنها قدمت تضحيات كبرى من أجل أن تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وهي لحتى هذه اللحظة أعتقد كل التصريحات الصادرة عن حركة حماس وقيادة حركة حماس تشير على أن هناك إصرار حمساوي
واضح ولا لبس فيه أنها ستكون في المستقبل جزء من النظام السياسي الفلسطيني. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا النقاش من القاهرة دكتور جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية.